النظام الغذائي الذي يعطى للمرضى للحصول على هذه النتائج يسمى الوصفة الغذائية. تعتمد هذه الوصفة على تطبيق أحد مفاهيم الجودة، وهو استخدام سمارت لخلق وصفة غذائية قابلة للتطبيق. شو يعني؟ يعني لازم تكون هذه الوصفة محددة وبسيطة، وتحتوي على اسم عنصر غذائي محدد مثل اسم فاكهة أو خضار محددة الاسم، وأن يكون العنصر الغذائي هذا قابل للقياس ويمكن نحدد كميته، كما يمكن شرح كيفية إعداده وتحضيره، من وين نقدر نوفره، من وين نقدر نحصل عليه وشراءه لتوفير القيمة الشرائية وآلية الحصول عليه. يمكن ربطه بوقت معين مثل تناوله مثلاً يومياً أو أسبوعياً أو كل فترة محددة. هذه الوصفة الغذائية لازم تحتوي على اسم المريض، التاريخ وتوقيع المعالج الغذائي حالها حال الوصفة الطبية، كما تحتوي على اسم العنصر الغذائي المراد استخدامه، الكمية، التكرار، المدة الزمنية المراد استخدامها خلالها. هناك وصفات إيجابية هي اللي تعتمد على وصف أغذية معينة بطريقة صحيحة، وهناك وصفات سالبة. يعني شو؟ يعني تمنع استخدام أغذية معينة. تأثير الأغذية على حياتنا وصحتنا موجود، فلازم نستهلك هالأغذية بذكاء.